حسين أبونا عمك مرتاح. لم نجد شارع الآن في بغداد إلا وموجود القطاعات في الحرس الجمهوري يجري التفتيش وانتشار كامل في بغداد. العمل سيكون من داخل العراق وسيكون الساحة العربية هي كلها ستعمل أيضا للإطاحة بالنظام الحالي الموجود. قال أبو عدي وأنت انطيت عهد وجبت من الأردن، أنت انطيت عهد وبالقرآن يعني العهد لازم يلتزمون به. قال له أي أنا ملتزم بالعهد مالي، بس العشيرة إذا تقتل عليك أسوي له. كان القرار قرار عشائر. وبنواتنا ردنا احنا كحق بيننا وبينه بعد وضع، بس من ولد عمي قبوا عليه ذبحوه بليله، انا واحد من هالشيء.